مرحبا أصدقائي، إن شاء الله تكونوا بخير. سؤال اليوم كان شو الفرق بين الانفلاميشن والانفكشن؟ فالانفلاميشن الالتهاب كتعريف هو رد فعل الجسم الطبيعي كحماية كآلية دفاعية ضد العوامل الممرضة كمان، وكمان يزيل بقايا النسج المتناخرة نيكروتيك تيشوز. مثلا صار في إسكيميا فبقايا النسج المتناخرة بيصير في التهاب ليزيل البقايا، وإذا في عامل مرضى مشان يحمي الجسم منها. الآلية أو الأسباب اللي تؤدي إلى الالتهاب كثيرة، من أذيات فيزيائية مثل الجروح، الرضوض، جسم أجنبي مثلا، الأذيات الكيميائية مثل السموم والأدوية، أي التهاب أو حتى التهابات المزمنة أو المناعة الذاتية، أو العوامل الإنتانية اللي هي infection. البكتيريا والفيروسات ممكن تعمل التهاب. فالالتهاب الانفلاميشن هو كنتيجة، هو المحصلة، لكن له أسباب كثيرة. فأنا كتير بذكر الالتهاب من اللهب، النار ممكن تحرق ورق، بنزين، نفط، أي شيء ليعمل نار، صح؟ فالالتهاب هذا اللهب ممكن يكون سببه فيروسات، رطوط، جروح، أي شيء ممكن يعمل هذا اللهب، هذا الالتهاب. أما الانفكشن اللي هو انتان، فهو شيء نتن من نتان، جرثوم، فيروس، عامل مايكرو ممكن يعمل انتان، فهو من نتان. تأكل وبتعيط من الفرط اللازم، ولا روح عند زيزو نتانا. مين زيزو نتانا؟ عندي شوية سندوتشات مهلبية. هي عجب، فممكن تتذكر من كلمة انفك 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 انفك، مصدر الجراثيم والانتان والنتن، صح؟ وبيصاب بالفيروسات، فهو شيء يذكر بالانتان. فالانفكشن بيكون في شيء عامل مؤنتن ممرض، بينما الالتهاب هو المحصلة لأي التهاب. فالانفكشن يؤدي إلى التهاب، إلى انفلاميشن، تمام؟ لكن أسباب أخرى ما أنا انفكشن بتؤدي إلى انفلاميشن أو التهاب. كلمة صغيرة عن أعراض الالتهاب: بيعمل ألم، حرارة، احمرار أو تورم. طبعا ليش عم بيصير هالشيء؟ على سبيل المثال هذا بيع دم وهذا نسيج، صح؟ لو كان في هون عامل مرض مثل الحرامي يعني، صح؟ لحتى تجي سيارات الشرطة لازم بيوسع لهم الطريق، فبتجي السيارات، أنا عم برسم على السريع، فبتجي السيارات فلازم الطريق يوسع، فبصير توسع وعائي، وبتجي الكريات البيض اللي بيثابت هذول السيارات، وبعدها بيصيروا بينسلوا بيفوتوا على النسيج لحتى يقدروا يتخلصوا من العامل الممرض، فبصير تورم واحمرار وبصير في حرارة. فكان هالعلامات بتعطيك انذار انه هون عم يصير في منطقة قتال او دفاع عن الجسم بهالمنطقة. لكن السؤال انه بالانترنت ليش عم يصير في حرارة؟ أو بالالتهاب ليش بصير في حرارة؟ يعني حرارة بالأخير ما هي راح تموت الجرثوم؟ يعني حرارة عم توصل 38 39 40، صح؟ بس ما راح تكون هي العامل المباشر لتخلص من البكتيريا. يعني أنت بالأخير ولا ما كان غلينا المي للمية درجة، صح ولا لا؟ فبالأربعين ما راح تموت. شو الآلية؟ لو هاي كان في كريات بيض فلنفرض هي نترو، صح؟ لما بيكون في أي بلعمة راح يدخل الجرثوم لداخل الكريات البالعة، فحتى تتخلص منه في طريقين بالكيمياء الحيوية، واحد منهم اسمه NADPH والآخر مايلو بروكسيديز. هدول بيعتمدوا على الأكسجين لينتجوا هالأجسام أو جذور الحرارة أو البروكسيد ليتخلصوا من الجرثوم، صح؟ بهالطريق، هذا واحد من الطرق للتخلص من الجرثوم، فهنا بحاجة إلى الأكسجين. هاي الفكرة الأولى. طيب إذا بتتذكر معي كان في منحنى اسمه منحنى الافتراق للأكسجين، هيموغلوبين ديسوسيشن كيرف، منحنى افتراق الأكسجين عن الهيموغلوبين. كان في عوامل بتؤدي إلى انحراف أو تزيح المنحنى نحو الأيمن للتخلي عن الأكسجين. بمعنى آخر كان في كرية حمراء، صح؟ تحمل الأكسجين. إذا كان في عوامل مثل الحرارة، ارتفاع الحرارة أو الأسيد أو حموض الدم
او ارتفاع بالمرتفعات او الاكسرسايز، هدول معناته النسيج اذا صار بالنسيج معناته هو بحاجه للاكسجين، فالكريه الحمراء بتصير تعطي الاكسجين للنسيج تتخلى عنه للنسيج، فالحراره اللي بتصير بالالتهاب بتساعد الكريه الحمراء تتخلى عن الاكسجين، بالمقابل راح تاخذ الكريات البارعه وتتخلص من الجرثوم بواسطه الاكسجين. فالآلية جدا دقيقه وجدا جميله. احنا دوما لما بتعطي صح، لما بتعطي اي شيء فالايد اليمين هي اللي تعطي مصاري او شيء صح، حتى لا تعلم الشمال ما تنفق يمينه، فاليمين هي اللي بتعطي، فاذا كان احراف نحو اليمين ما ترى نعطي اكسجين للنسج. ان شاء الله كان الفيديو مفيد، انا عم استنى اسئلتكم، شكرا، ان شاء الله فيديو جديد، سلام.